ماشي يا شباب، السلام عليكم. دلوقتي هنتطرق للجزئية بتاعة الفانو فلو. لما نيجي نقول إن أنا عندي فلو أو فلويد فلو في ضغط، يبقى أنا خلال كل الريليشنز والظواهر اللي انا اتعاملت معاها قبل كده في الكونفيرجن دايفيرجن نظر، كنت بقول ان العملية اللي بتحصل عندي ايزون تروبيك دلتا اس تساوي صفر، يعني مفيش تغير في الانترو، يعني العملية دي ما فيهاش اي losses. ده طبعا ما بيحصلش، وده طبعا approximation احنا بنعمله عشان losses بتبقى صغيرة خلال السكشن دوت من الconverging diverging النظر، بيبقى طولها صغير فيبقى losses صغيرة ممكن نحملها. لما انا عندي ضغط long ضغط مسافات طويلة والفلويد عندي او الجاز ماشي فيه، وبالتالي لو انا لغيت الفريكشن دوت هيحصل عندي ان النواتج بتاعتي مش هتطلع صفر، ولكن لو انا حطيت الفريكشن النواتج هتطلع قريبة، وده لما اجي انا بحط الفريكشن وبعمل عزل للضغط بتاعي او بخليه اديابتك اديابتك مفيش هيت ترانسفير، دلتا كيو بتساوي صفر، بطبيعة الحال الورك بتساوي صفر أو دلتا الورك بتساوي صفر عشان هو ماشي في بايب مفيش أي إيكويبمنت بتطلع نتورك، وبالتالي الظاهرة اللي عندي اسمها الفانو. طيب الفانو فلو ده لابد إن أنا أقدر أطبق عليه كل الإيكويجنز اللي إحنا متعودين عليها، يعني فيرست أوف أول لو جيت تطبق الكونتينيوتي إيكويجن تلاقي نفسك بتقول ان ال m dot 1 تساوي m dot 2 طول الضغط اهو، الضغط ماشي الحالة الأولانية دي 1 الحالة التانية دي 2 ودوت adiabatic معزول ويوجد فريكشن هنا f معامل فريكشن، هلاقي نفسي بقول ان رو 1 في ال v 1 في ال a 1 تساوي رو 2 في 2 a 2. بس حاجة لما باجي ادري لما باجي ادرس الفانو فلو في الضغطات بدرسه على الضغط اللي كروس سكشن اريا بتاعه ثابت، قلنا لونج ديستانس والكروس سكشن اريا بتاعتي ثابته، اذا ال a 1 بتساوي ال a 2، اذا I can exclude from this equation ال a term. طيب هيدي الكونتينيوتي، يبقى الكونتينيوتي ايكويشن رو 1 في 1 تساوي رو 2 في 2. طيب عندي بعد كده الكونزرفيشن اوف مومنتوم، مومنتوم ايكويشن المومنتوم اللي هو ايه؟ القوة اللي بتأثر على الجاز في 1 والقوة اللي بتأثر عليه في 2 لازم تكون قد بعض، لأن القوة دي أساسا بتساوي معدل تغير دي باي دي تي لي كمية الحركة للمومنتوم، دي باي دي 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 ام في اللي هي المومنتوم بتساوي سيجما القوة، ودي ام في دايما بتبقى ثابتة. يبقى انا عندي القوة اللي بتأثر في واحد هي قوة الضغط عند واحد زائد السرعة زائد بتساوي ال بي 2 زائد رو 2 بي 2 سكوير زائد قوة الفريكشن فريكشن على الـ. يبقى أنا عندي الإيكويشن دي شبه برنولي إيكويشن، ضغط عند واحد سرعة عند واحد سواء ضغط عند اتنين سرعة عند اتنين وفريكشن تيرم.
فريكشن هنا بتعبر عنه في صورة ضغط، زي السرعة بالظبط لما بيتعبر عنها في صورة ضغط. زي ما قلنا إن البريشر عبارة عن ستاتيك بريشر ودايناميك بريشر، ده الدايناميك بريشر وده الستاتيك بريشر، مجموعهم يساوي الاستجنيشن بريشر، يبقى المومنتم ايكويشن يعني كده في صورة، في شكل أصغر بي واحد زائد رو واحد بي واحد سكوير يساوي بي اتنين زائد بي اتنين سكوير رو اتنين زائد الفورس بتاع الفريكشن على الارض. قلنا A واحد هي هي A اتنين. طيب الانرجي اكويجن، الانرجي اكويجن دي بتقول ايه؟ بتقول لي فيرست لو اوف ثيرموداينامك، زي ما قلنا الصورة عندنا في الجاز دايناميك اللي بتقول لي ان فيرست لو اوف ثيرموداينامك لازم يبقى متحقق هي ان الاستجنيشن تمبريتشر عند واحد بيساوي الاستجنيشن تمبريتشر عند اتنين. اذا وببساطه اقدر اقول ان الدي واحد زائد في واحد سكوير على اتنين سي بي يساوي الدي اتنين زائد في اتنين سكوير على اتنين سي بي، ده بقى محترم جدا فيرست لو اوف ثيرموداينامك. حلوة. يجي معانا بقى قانون تالت مهم جدا، القانون اللي متعلق بأي حاجة عندنا في المنهج بيبقى فيها دلتا اس. على سبيل المثال النورمال شوك ويف، الأوبليك شوك ويف، الفانو فلو، دلتا اس عندنا بتساوي سي بي لن تي 2 على تي 1 ناقص ار لن بي 2 على بي، ولابد ان الترم ده كله يبقى بوزيتيف، لان طبقا للسكند لو اوف ثيرموداينامكس بيقول لك ايه؟ مفيش اي بروسيس في الدنيا هتتم مع تقليل في الانتروبي. You can assume ان التشينج في الانتروبي ده قليل، بس انت ما تقدرش تهمله. اسف، يو كان اسيوم ان التشينج في الانتروبي ده قليل فتقدر تهمله وتقول عليه ايزنتروبيك فلو زي الفل. طب التشينج في انتروبي ده بوزيتيف، ليك يا اما تهمله ايزنتروبيك يا اما تحطه ويبقى عندك الفلو ادياباتيك مش ايزنتروبيك. ما ينفعش بقى يبقى سالب، يعني ينفع يبقى صفر؟ ده اسامبشن، موجب ده الطبيعي، سالب ما ينفعش، لان انت كده بتقول ان البروسس بتحصل عندك زي ما يكون كده بيحصل فيها تقليل في العشوائية او تقليل في الانتروبي، ده ما بيحصلش في الواقع، لان وجود الانتروبي ده معناه لوسس. طيب وجوده بالسالب ده معناه ايه؟ اضافات جديدة في السيستم ولا ايه؟ ده مستحيل يحصل، مفيش طاقة هتخش جديدة في السيستم. طيب تمام، زي الفيرست لو معايا، لو انا جيت بقى رسمت البروسس بتاعي الادياباتيك فلو على التي اس دايجرام لي الفانو فلو مع تحقيق كونتينيوتي مومنتم انرجي ايكويشن دلتا اس، هلاقي ان لو انا عندي بادئ من اي نقطة، على سبيل المثال النقطة رقم واحد، هبدأ احط قيم مختلفة لقوة الفريكشن للترم ده. لما اجي احط قيم مختلفة لقوة الفريكشن اللي هي الترم ده، هيطلع لي قيم مختلفة للبي 2 والفي 2 وللبي 2 والفي 2، وانا عارف الانيشال كونديشنز بتاعتي بي 1 وفي 1 وتي 1، يعني اللي كان الستيت بتاعت رقم 1. اقدر بعد كده مع وجود الفي 1 والفي 2 والتي 1 اقدر اجيب التي 2. حلو قوي، وانا معايا البي 2 يبقى هنا اقدر اجيب التي 2 والبي 2 معايا، اقدر اجيب الدلتا اس. وانا هنا يعني لو المعادله هنا في متغيرين الفي 2 والبي 2، فانا ممكن اقدر استخدم المعادله دي مع وجود الروت 2 هنا والروت 2 هنا. المعادله دي رقم 1، المعادله دي 2، المعادله دي 3، المعادله دي 4، يتطبقوا عند different friction forces
لي الانيشال كونديشن رقم واحد اللي انا عارفها دي يدوني كيرف اعمل كده. جميل قوي. يعني ما بيبقاش كده، بيبقى كده. جميل قوي. ايه هو الكيرف ده؟ الكيرف ده بيقول لي ان التي 2 والبي 2 والاس 2، لو انت عندك دي اس 1 ناقص اس 2، اس 2 اسف ناقص اس 1، هفرض ان الاس 1 بيساوي رقم معين من هنا كده اس 1 غالبا بتفرض بصفر، والاس 1 يبقى البي 2 التي 2 الاس 1 عندي هنا بقى التي 2 والاس 1 عند ديفرنت فريكشن فورسز هعمل هوقعهم، يبقى هنا عند فريكشن فورس معين دي 2 عند فريكشن فورس مثلا اف 1، ودي 2 عند فريكشن فورس اف 2، ودي الاستيت 2 عند فريكشن فورس اف 3، ودي الاستيت 2 عند فريكشن فورس اف 4. لو وصلتهم ببعض يدوني الكيرف ده. طيب في الواقع عندي بقى، في الواقع في المسائل بتاعتنا انت بيبقى عندك فريكشن فورس محدده، وبالتالي ليك استيت رقم 2 واحده من دول، على سبيل المثال وليكن دي مثلا، يبقى طبقا للفريكشن فورس بتاعتك انت تقدر تتحرك لنقطه من النقط اللي على الكيرف ده. فور اكزامبل لو انت اتحركت من النقطه دي للنقطه دي، او لو انت اتحركت من النقطه دي للنقطه دي، سميها هنا مثلا A2 F5، او لو انت اتحركت من النقطه دي للنقطه دي، يبقى عندي دي في وجود F3، عندي دي في وجود F5، عندي دي في وجود F2، كل دول قيم مختلفه للفريكشن فورس في الفانو فلو. جميل قوي. طيب حلو قوي. القيم دي بقى بتمثل لي ايه فيما يخص الماخ نمبر؟ تعال انا حاسب السرعه عند 2 اهي من الايكويشنز، فانا عارف الماخ نمبر عند 2، اذا الكيرف ده بيقول لي ان الحته دي الماخ نمبر، النقطه دي الماخ نمبر عندها بتاع 2 بيساوي 1. ودائما وابدا اعرف ان الماخ نمبر عند 2 بيساوي 1 ده اقصى قيمة ممكن توصل لها للانتروبي في البروسيس بتاعت الجهاز دايناميكس عندك. يعني ايه؟ يعني اقصى تشينج ممكن يحصل لاي جهاز وهو ماشي في فلو، هو اي تشينج في الانتروبي، هو لما يوصل للماخ نمبر يساوي 1. يعني الماخ نمبر يساوي 1 زي ما قلنا في المحاضرة بتاعت موجات الصوت، فريكوانسي بتاع موجات الصوت عندها بيوصل لواحد، فريكوانسي بانفينيتي، يعني الانتروبي او العشوائيه اعلى ما يمكن، وبالتالي بتوصل للماخ بيساوي واحد ماكسيموم انتروبي اس ماكسيموم لحد الفرن فلو هنا عندنا. جميل قوي. طيب فوق النص اللي فوق ده، في النص اللي فوق انت بتتكلم في ماخ الانتروبي اقل، في الحالتين هتبقى اقل، ماخ هنا بقى اصغر من واحد، والماخ هنا هيبقى اكبر من واحد. هنا دي المنطقة دي سوبر، والمنطقة دي سب سانك. يب. لو انت كفلو جاي من نقطة اسمها رقم واحد في منطقة السب سانك، وعايز يحصل لك فانو فلو، هيحصل لك فانو فلو، فلو از فريكشن، يبقى بطبيعة الحال انت هتتحرك لنقطة من دول، مش هتتعدي هنا، يعني النقطه كده الكيرف ما بيجيش لحد ده، انت هتتحرك النقطه لحد هنا كده، يعني اي نقطه انت هتتحرك لها هيبقى معاك في دلتا اس، اي نقطه انت هتتحرك لها هيبقى معاك في دلتا اس. طب من الكيرف ومن الكلام اللي احنا قلناه عن الماخ، اي نقطه وانت ماشي من هنا كده ده سب سونيك وبتقرب للواحد، اذا السرعه لو انت كده في اولك انت في منطقه السب ورايح بفانو فلو، يبقى انت هتتحرك ل نقطة على سبيل المثال هنا، يبقى انت بتقرب لماخ بيساوي واحد، يبقى السرعة بتاعتك بتزيد. طيب اتحركت من هنا بفريكشن فورس تانية لماخ بيساوي واحد بالظبط، يبقى السرعة بتاعتك زادت برضو. طب انت من صب لماخ بيساوي واحد، طب اتحركت من واحد للمنطقة التانية اللي بعد الماخ بيساوي واحد، منطقة السوبر سونيك، يبقى انت برضو السرعة بتاعتك زادت. يبقى انت عندك في كذا حاله بقى لايه دي الايكويشنز اللي احنا رسمنا منها الفانو لاين، يبقى انت عندك في تاثير الفانو فلو
على البروبرتيز بتاعت الجاز فلو من واحد لاتنين. يا اما انت في الاول رقم واحد كيس الاولانية او كيس رقم ايه ان انت في الحالة الاولانية الستيت رقم واحد تبقى سب سونيك. جميل قوي. اروح للفانو فلو للفانو لاين. وفقا للفانو لاين انا لازم اتحرك لنقطة الانتروبي فيها يبقى اعلى. وفقا للفانو لاين ان هنا ماكسيموم انتروبي واحد، منطقة دي سب، منطقة دي سوبر، بتحرك هنا من منطقة سب وبقرب للمخبي الساوي واحد، سرعتي بتزيد. دي الاحتمال الاولاني. طب وصلت لواحد سرعتي برضو زادت. عديت للسوبر سونيك سرعتي برضو زادت. يبقى في اي حالة سب سونيك حصل له فانو فلو اذا الفيلوسيتي بتاعته لازم تانكريس. جميل قوي. طيب لو انا في الكيس بي انا رقم واحد بتاعي سوبر سونيك. جميل قوي. ايه اللي حصل بقى؟ الفانو لاين هنا انا بقيت رقم واحد سوبر سونيك. يعني ايه؟ خلينا دي الفانو لاين بتاع الصب، نرسم هنا فانو لاين جديد بتاع السوبر دي اس، والفانو لاين طول عمره اهو. تحط انت عليه النقطة رقم واحد بتاعتك، تحط انت عليه الاول ان انت هنا دماغ سوا واحد، وهنا المنطقة دي منطقة الصب، والمنطقة دي منطقة السوبر سونيك. تحط عليه النقطة رقم واحد بتاعتك فين وتشوف هتتحرك لفين، يديلك دلتا اس مجبر. لازم تتحرك الدلتا اس اكبر، ما ينفعش ترجع لورا. تمام. انا هنا سوبر سونيك رقم واحد، بحطها هنا رقم واحد سوبر سونيك. هتحرك لنقطة على سبيل المثال، النقطة مثلا هنا كده او هنا كده او هنا كده. يبقى انا مع تطبيق الايكويشن كونتينيوتي انرجي مومنتم دلتا اس قدرت احصل ان عند فريكشن فورس رقم واحد هوصل لنقطة اسمها 2 F1، وعند فريكشن فورس رقم 2 هوصل لنقطة اسمها 2 F2، وعند فريكشن فورس رقم 3 هوصل لنقطة اسمها 2 F3. عند السرعات بقى من على الفانو لاين السرعة بتاعتي اللي هيحصل لها اتحركت هنا لدلتا اس مجبر. حلو قوي. السرعات بقى اللي هيحصل لها انا هنا سوبر سوبر سونيك، اتحركت لنقطة قريبة من المخبي سوا واحد، اذا السرعة قلت انا بقلل المخ. طب اتحركت النقطة بتساوي المخ بيساوي واحد، عند المخ بيساوي واحد، يبقى برضو السرعة بتاعتي قلت، بقرب من المخ بيساوي واحد اللي هو الماكسيموم انترو. طيب اتحركت النقطة في السبسونيك المخ بتاعي كان مثلا اتنين، خليته نص، يبقى انا برضو السرعة بتاعتي قلت. يبقى في حالة السوبر سونيك السرعة بتدك ريس. من الكلمتين دول نقدر نستنتج التأثير على باقي البروبرتيز. على سبيل المثال هنقسم هنا السوبر نصين ونقول ان انت هنا سب وهنا سوبر. الستيت بتاعتي رقم واحد، هنا الستيت بتاعتي رقم واحد سب، رقم واحد سوبر. ايه اللي هيحصل؟ التمبريتشر الاستاتيك، ما قلت تمبريتشر بس يبقى الاستاتيك او الاكشن. الاستاتيك بريشر، الاستاتيك او خليني اقول البريشر بس، والاستاجنيشن بريشر. والدنسيتي. تاني والانتروبي. والاستاجنيشن تمبريتشر. نبدا من تحت خالص بقى. خلينا نشد هنا خط، نشد هنا خط، نشد هنا خط، نشد هنا خط، نشد هنا خط. الاستاجنيشن تمبريتشر فيرست لو اوف ثيرموداينامك. البروسيس بتاعت ايزنتروبيك، البروسيس بتاعت فيها دلتا اس تكون القانون الثاني للديناميكا الحراريه. يبقى المجموع الطاقات بتاعي ثابت. مجموع الطاقات عندنا في الجاز اسمه الاستاجنيشن تمبريتشر. يبقى في حالة هنا نكتب الاستاجنيشن هنا بريشر عشان الكلام ده دخل في بعضه.
pressure. يبقى في حالة لو انا بدأ من صب او بدأ من سوبر وتعرضت الفانو فلو في دلتا اس، كمية الانرجي بتاعتي ثابتة في الحالتين. يبقى هنا ده constant الاستجنيشن temperature بتاعتي constant، والاستجنيشن بتاعتي هنا temperature constant. تعال بقى نمسك السرعة. الاستجنيشن temperature T note بتساوي ال T زائد ال V سكوير على 2 CB. جميل او الاستجنيشن بتاعتي ثابتة وانا صب ورايح فانو فلو، يبقى هتحرك كده في اتجاه زيادة الماخ، في اتجاه زيادة السرعة. اذا السرعة بتاعتي زادت، اذا الـ actual temperature او الـ static temperature بتاعتي هتقل، يبقى هنا decrease. طب في حالة السوبرسونيك، في حالة السوبرسونيك انا بتحرك في اتجاه زيادة الاس ولكن تقليل الماخ، ولكن تقليل الماخ سواء كنت قبل الماخ بيساوي واحد او بعديه، وانا سوبر بتحرك في اتجاه تقليل الماخ، تقليل السرعة. كل ده علشان اتحرك من انتروبي اقل الانتروبي اعلى. هو ده اللي بيجبر السائل الغاز ان هو يتحرك من المنطقة دي للمنطقة دي. هو ده اللي بيجبره ان السرعة بتاعته تقل، هو ده اللي بيجبره ان السرعة بتاعته تزيد، هو ده اللي بيجبره على اي تغيير في البروبرتيز بتاعته. دلتا اس بوزيتيف. حلو. يبقى السرعة هنا في حالة السبسونيك انا بتحرك للماخ اعلى، يبقى السرعة بتاعتي بتزيد. وفي حالة السوبرسونيك انا بتحرك للماخ اقل، يبقى السرعة بتاعتي السرعة بتاعتك في حالة السبسونيك بتحرك لسرعة اكبر. اذا static temperature اقل، يبقى دي decrease. طب في حالة السوبرسونيك بتحرك لماخ اقل، السرعة بتاعتي بتقل. اذا الـ static temperature actual temperature مع ثبات الـ stagnation لازم تزيد. جميل جميل الكلام ده، ماشي. طب فين هنا بيبان الضغط، بيبان اللوسز؟ اي لوسز في اي بروسس في الدنيا بتبان في الاستاجنيشن بريشر، في الاستاجنيشن بريشر. تمام، سواء نورمال شوك ويف اوبليك شوك ويف او فانو فلو، يبقى اي لوسز هتقلل لي الاستاجنيشن بريشر سواء بقى اتحركت من صب لسوبر او من سوبر لصب. يبقى هنا الاستاجنيشن بريشر في الحالتين ديكريز. طب الانتروبي، الانتروبي قلنا اي غاز اي سائل اي بروسس بيتحرك في اتجاه زيادة الانتروبي، يبقى لازم الانتروبي هنا سواء بادئ من صب تزيد او سواء بادئ من سوبر برضو هتزيد. جميل الكلام ده. طيب الضغط بقى، الضغط في حالة الصب بيبقى ماشي مع التمبريتشر. ليه بيبقى ماشي مع التمبريتشر؟ هو انت عندك الاستجنيشن بريشر والتمبريتشر علاقتهم عاملة ازاي؟ علاقة الاستجنيشن بريشر مع الستاتيك تمبريتشر. انا عندي في علاقة كانت بتقول لي T على T نوت تساوي B على B نوت بلس K على K ناقص. يبقى ببساطة القص ده، القص ده عندك 1.4 على 4، يبقى يطلع لك كام بالآلة الحاسبة؟ عايز اشوف القص ده، القص ده كده هيطلع اقل من الواحد، ولكن في الاول وفي الاخر هو هيبقى موجب، فالدنيا هنا تبقى كمان تمام مفيش مشكلة. انا كان في دماغي ان لو القص ده طلع سالب فهقلب او حاجة زي كده، لا الكلام ده مش موجود، القص ده هنا طول عمره موجب. يبقى ايه اللي هيحصل بقى؟ انا عندي الاستجنيشن تمبريتشر ثابت، فيرست لو اوف ثيرموداينامك، الاستجنيشن بريشر بيقل في الحالتين عشان لوسز، وجود لوسز. حلو قوي. يبقى اكيد الاستجنيشن تمبريتشر هتبقى ماشيه
او الاستاتيك تمبريتشر هتبقى ماشيه مع الاستاتيك بريشر، او الاستاتيك بريشر هو اللي هيبقى ماشي مع الاستاتيك تمبريتشر بالرغم ان ده بيقل تمام، ولكن بيقل بقيمه قليله جدا لدرجه تخلي لما ده يزيد ده يزيد ولما ده يقل ده يقل. يبقى عشان استنتج الاستاتيك بريشر حصل له ايه في الفانو فلو اعرف التمبريتشر حصل لها ايه، والتمبريتشر عشان اعرف حصل لها ايه اعرف الفيلوسيتي حصل لها ايه، والفيلوسيتي عشان اعرف حصل لها ايه اعرف انا بدات من سب ولا من سوبر. يبقى انا بدات من سب اتحركت للسوبر السرعه بتاعتي زادت التمبريتشر بتاعتي قلت البريشر ماشي معايا، يبقى دي ديكريز. اتحركت من سوبر لدلتا اس اعلى اجبرتني ان انا اقلل السرعه اتحرك لماخ قريب من الواحد اوصل لماخ اقل سواء سوبر او سب، ولكن السرعه بتاعتي ستيل هتزيد. اذا ستاتيك تمبريتشر اكشوال تمبريتشر هتقل هتزيد لان السرعه بتاعتي قلت زي ما قلنا اتحركت الماخ اقل وانا في سوبر، يبقى التمبريتشر زادت يبقى الضغط ماشي معايا في حاله الفان فلو ستاتيك وستاتيك. طيب الدنسي، الدنسي عشان تعرف هي كانت هتزيد ولا هتقل انت ببساطه هتقول له ان بي على رو تساوي ار تي. ستاتيك بريشر حد الصب بقى ستاتيك بريشر قل، الستاتيك تمبريتشر برضو قلت دي في حاله الصب، يبقى لما ده يقل وده يقل الرو ايه اللي هيحصل لها؟ انا مش عارف من الريليشن دي انا ما اقدرش احكم غير بوجود ارقام، غير بوجود ارقام. انا ممكن اقول لك لما ده يقل وده ثابت ده يحصل له ايه، انما مع تغيير ده وده ما اقدرش اقول لك من الريليشن ده اللي هيحصل. لما جينا بقى عوضنا في الارقام لقينا ان الدنسيتي في حاله السبسونيك بتقل ديكريز، وفي حاله السوبرسونيك الدنسيتي تمام. طب تعالى افهمها لك فيزيكالي شويه، هو يعني ايه دنسيتي قلت ودنسيتي زادت؟ يعني الدنسيتي بتساوي الام على الفي، يعني انا لما الدنسيتي بتاعتي تقل الفوليوم بتاعي زاد، يعني انا حصل لي اكسبانشن، يعني الضغط اللي متطبق عليا قل. تعال نشوف هنا في الجدول الضغط لما يتطبق عليا يقل يبقى انا هنا في منطقه الصب، يبقى انا حصل لي اكسبانشن الدنسيتي بتاعتي لازم تزيد. تعال كده الدنسيتي اسف لازم تقل، حصل لي اكسبانشن فوليوم زاد الدنسيتي بتاعتي تقل، حصل لي اكسبانشن كثافتي قلت. طب اما انا انكمش في حجم اصغر الضغط يزيد عليا يبقى الكثافه بتاعتي زادت، يبقى لما الضغط يزيد عليا الكثافه بتاعتي زادت حل السوبر. كلام واضح تمام، دي عشان تتذكر. يبقى عشان تتذكر الموضوع ده تشوف انت صب ولا سوبر، لو صب يبقى سرعتك هتزيد، لو سوبر سرعتك هتقل. السرعه عكس الاكشوال تمبريتشر عشان تثبت الاستجنيشن تمبريتشر، يبقى لو انا صب سرعتي زادت الاستاتيك تمبريتشر بتاعتي قلت، الضغط هيمشي معاها والدنسيتي هتمشي معاها، الضغط هيمشي معاها والدنسيتي هتمشي معاها، الانترفال كده كده بيزيد. طب لو انا في منطقه السوبر ورحت لمنطقه السب، او انا حصل لي فانو فلو فانا بتحرك ناحيه الاس الاعلى اللي بتجبرني طبقا للفانو لاين ان انا اروح لمنطقه السرعه فيها اقل اقرب من الماخ بتساوي واحد او سب، يبقى السرعه قلت ستاتيك تمبريتشر ثابته، يبقى الاكشوال تمبريتشر تزيد. من الاكشوال تمبريتشر زادت يمشي وراها البريشر ويمشي وراها الدنسيتي، يمشي وراها البريشر ويمشي وراها الدنسيتي، الانترو كده كده بتزيد والاستجنيشن تمبريتشر ست تمام. ده جزء النظري بتاع الفانو فلو من غير ما يبقى فيه اي تشوك ولا حاجه، هنشوف المنطقه الجايه لما يحصل تشوك فانو فلو اللي هيحصل.